تفضل تفضل لتونجي كندا نعمل ان نسكر معاك لوتودو تفضل اشف. انا الحقيقه اور جمله الكونتكست مانيش معناتها لول ما كنتش عارف شنو الحكايه اللي يحكيوا فيها اصلا، اما كريت التصويره بديت ناخذ فكره على الكونتكست. تصويره السيده منى نور الدين اللي تو قاعدين نشوف فيها في الاكران واللي نذكر الناس يمكن اللي ما شفتهاش كيفك انت اشرف، ان هي كانت صوره وهي تجسد شخصيه في مسرحيه، شخصيه يعني راهبه ولبسه زي نتاع الشخصيه اللي تتقمص فيها. انا الحقيقه من ضخامه الوصف تاع قبيلي مش في بالي هذيك الحقيقه بالرسمي، مش معناتها دور في، اما تو فهمت لي هو دور. نحب نضيف على كلامك، هو قبل كل شيء ملاحظه اللي رغم اللي مانيش فاهم شيء، اما كميه المشاعر نحس فيها في البلاتو وصلتني، ما حسيت فما حكايه كبيره قاعده تصير معناها، فما حسيس قويه. اللي نحب نضيفه على كلامك هو انه الشعب التونسي، وما نحبش لهنا نخصه كشعب تونسي، العبيد كل بصفه عامه في العالم كل، هذه من تجربتي في السوشيال ميديا وصناعه المحتوى، العالم كل ما يغزرش للعبد اللي يعطيهم كونتوني سواء في تمثيل والا في فيديو ولا اللي هو، ما يغزلوش كالعبد في حد ذاته كما قلت انت اللي طيب في الكوجينه، يغزر له شخصيه في الحالات الكل بمواقفه البيرسونيل بخدمته بكل شيء، راه شخصيه كما نقولوا احنا سيري عادي تعدى حلقات ما تعجبكش تسبها، تجي حلقات تعجبك تشكرها. في اللحظه اللي نفرقوا الحاجه هذه ونفهموا اللي العبد تغزرنا كسيريات مش كبالرسمي عبد، خاطر لوجيكمون ما تنجمش 100,000 عبد يسبوا عبد برك، تحسها ما تجيش في الدنيا، ما تنجمش تصير على عبد في الدنيا، اما تصير في السوشيال ميديا، علاش؟ خاطر ما يغزروش كعبد، يغزروا كسيري يكومنتي عليها. كي فهمت انا الحاجه هذه نقصت عليا برشا الضغط نتاع النقد. بالنسبه ليك معناتها حتى انت كنت انا في بريود معين تعرضت للنقد قوي والحاجه هذه خلتني زيد حبيت نفس المجتمع تفرج في حمدي غيثي مثل في ابو سفيان، ونفس المجتمع تفرج في عبد الله غيث في عبد الله غيث حمزه، اما حمدي غيث مثل ابو سفيان نفس العبيد تفرجت في انتوني كوين في انتوني كوين بلاي للتذكير معناتها المجتمع وحيده الدريدي ذكرتنا هي وقالته للناس في الصفحه نتاعها، هي قامت بدور مريم العذراء في شريط تصويري وثائقي انجليزي وقدمت نفس الدور اكثر من مره. يا اخي انا معناتها هكا ولا وحيده معناتها تقول اش بيكم يا ناس معناتها كيس كيس باس ولا هذا هو. انا قدمت ادوار كانت قبل عنا السينما الاجنبيه تجي لتونس وتصور، للاسف توا نقصت لكن ان شاء الله ترجع نهار من نهارات لانه التجارب هذيك تضيف لنا. قدمت ثلاثه مرات دور السيده مريم، كنت يونغ ماري، وبعد قدمت اولد ماري في اشرطه. مش معناها انا راني السيده مريم ام عيسى، اما دور كالادوار انا اتساءل كيفاش في 2024 احنا نطرحوا السؤال ونطرحوا المشكل من الزاويه هذه. المعلوماتكم احمد لندلسي راه مثل عيسى عيسى بنفسه مصلوب معناها على الصليب، وانا مثلت ام عيسى. لكن اللي نحب نقوله كما قلت لك مريم سامحني قصيت عليك. لا لا ما يصيرش بيان سور، هذا موضوعنا الاول دخلنا فيه بالكارت بلانش نتاع يونس ان توكا. تفضل. انا حبيت نقول لك اللي راهو فعلا المجتمع يفرق بين الشخصيه والشخص الواقع والخيال يعني. الواقع والخيال، لكن يستعمل عدم المعرفه او التوجه الى المغالطه وقت يحب هو ينقد بطريقته الخاصه. فما نقطتين، عندما ننقد الفن نمشي جريا الى ما يسمى العقائديه والعقيده والدين. هذا راهو خطا ما يصيرش، هذايا ما يصيرش، لانك باش تهاجم شخص معروف بعلو اخلاقه وبطريقته الفنيه وبسمو الادوار اللي قاعد يمثل فيها باش ننقدوه مباشره، نعرضوه بلائحه الدين وهذا خطا. كونوكلاست. هذا غلط نهائيا. الحاجه الثانيه انه فما حاجه اكتشفتها، ثلاثة مرات كل ما نلقى شخص أو شخصية فنية تونسية معروفة يقع مهاجمتها، ندخل أنا نوسع بالي وندخل لكومنتير. صدقوني والله العظيم 90% من الناس اللي حطت دي كومنتير وتعليقات راهم ديفو بروفيل. راك تدخل للصفحة تلقاها حضرة الآن وهنا، عندها ساعة من اللي تعملت.
راهو كوني تتسائل انت تقول شنو صاير بالضبط، فما ماكينه فما حاجه شنو اللي صاير بالضبط. نقول يا اخي فما حاجه ممنهجه باش نضرب الرموز نتاعنا يا اخي، فما حاجه نفس الشيء اللي صار وقت اللي جبدنا. فما مره جت حمله على المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبه ودخلنا في متاهات، ناس تحكي في حكايات ما عندهاش علاقه بالتاريخ، ما عندهم حتى علم لا بالتاريخ ولا بالحركه ولا بشنو اللي صار، لكنهم يهاجموا. نفس الشيء اللي كيما كنت نحكي على لطفي بوشناق او زياد غرسه او غيره، علاش احنا الشعب الوحيد اللي فيه باش من يفو با واحد باش يعمم، لكن نقولوا عدد كبير نهاجموا الرموز هذيا اللي احنا لازمنا نعملوا قداسه. علاش قداسه؟ بمعنى الاحترام. اي فوالا، كبارات الفن، كبارات الابداع، كبارات بنات الوطن، معناتها هذم هم بالاحسن من قبيله. وانت تبع في تبعت شنو اللي صار والحقيقه مفوفعه هذيا كما قال ابراهيم الطايف، معناتها اللي صار واللي هي الحقيقه فاتت الضحكه معناتها والذمار، ولات حاجه تخي سيريوز اللي صار والتهجم اللي صار على السيدة منى نور الدين. تفضل. هو كامل اللي كان نصور الحقيقة أنه أنا كونتر أنه نقولوا الشعب التونسي برك، على خاطر لاكسي للانترنت للعالم الكل خلى أي واحد نكرة يجم يعطي رأيه ويجم يوصل للعباد ويجم يولي عنده رأي. اليوم تجم تكون إليكسيون ولا انتخابات ولا أي حاجة، يجموا يطلعوا عباد على حساب عباد، نعملوا جروبات. اليوم نحبوا نضربوا يونس نجموا نضربوه، نحبوا نطلعوه رانا نطلعوه بالحق حتى عباد نكرة. اليوم شفناهم جاوا من بلايص ولاو عندهم بلاصة في التلفزة، كما قبيل حكينا يحكي في الطب، يحكي في السياسة، يحكي في المحللين نتاع الكورة. عباد بطالة ما عندها ما تعمل، يلقوز اليوم يحكي في أي حاجة بالحق، ما عادش عندنا عباد يحكي في حاجة سبيسيفيك وبالحق نجمو نسمعوها من عنده ديمو تكنيك، نجمو اونوز نحكيو في اللي يجي. حتى نحن مثال تو كلتور نتاعنا نحن نحكيو على لي بوب ولا الراب ملي دخل، الناس الكل سماهم رابوريت، والناس الكل اللي يجي وذاك يرابي وذاك يعمل، انما فما تقسيمات. اليوم موزيكا عمرها 50 سنه في العالم وهي تتطور وتعاملت مع مختلف الانماط الموسيقيه في العالم، انما نحن في تونس عن جهل. يجي خلنا يجي ما اسال انت اهل الذكر، اسال السيد هذاك يعرف ما يعرفش جيبه. اما اليوم نحن زاد عندنا مشكله نتاع جينيراسيون صغيره. اليوم الصغار كان يرى كيما مدام منى نور الدين تتسب ولا تحكي هو يقول لك انا شو مش نخدم العريخ وشنو مش نعمل، ولا يخاف على روحي في تونس. اليوم يا عبد ولات عنده كيما كريسبي، يخاف باش يعمل فيديو ولا باش يتكلم ولا باش يقول لك تصير لي مشكله ويحكيوا عليا ولا نولي تكركيره ما بين قوسين يسمحونا كلمه شهيره. معناها نحن كي نحكيوا على الابداع ولا كالترشيقه ولا حاجه، راهي تخرج من كل العبد اللي بالحق متسيب بلاش قيود، ما فماش حاجه ليميتي فينا. نحن الليميت نتاع هذيك ما توصلش، ما تعبلش في حومتك انت باش توصل، ناس ما وصلتش وناس انما قعدنا نخرجوا كل مره في الفيل كوارجي ومره في الفيل مخرج ومره في الفيل ممثل. توندي كو تونس ولاده برشا. معناها بلاصتنا نحن والتنوع اللي عندنا واللغات كنا نجم نكونوا خير برشا من جيراننا الحقيقه. اوماج بدا به يونس هندا واللي هو ميريتي للسيده منى نور الدين، اللي لازمنا نكونوا احنا فخورين اللي عندنا فنانه كيما منى نور الدين، لكل الفنانين والمبدعين على خاطر حتى يونس منى وحتى وحيده منى بيان سور، وكل الفنانين اللي قدموا ادوار استثنائيه هما زاده منى. معناتها منى ولات سي ان سامبول، لازمها تولي سامبول. وما بين هندا الناس اللي عملت الخلط، انا قريت راهو ناس وتعلق وناس حتى عندهم مساوي كمان، مش في العمر هذايا تقبل باش تلبس صليب، مش في العمر هذايا تقبل الدور هذايا، لا ما يجيش انزلاق صار. اول حاجه ميرسي على النص نتاعك بالحق، والله نسمع فيك. الإحساس اللي حكيت به هو يظهر لي إحساس الممثل والإحساس الناس اللي تمشي تتفرج، المتفرج اللي يمشي زادة للمسرح، اللي بعد ما توفى المسرحية زادة هو يهز روحه ويروح لداره ويقعد بكل حاسيس ويقعد مخه ويخدم ويقعد معك الشخصية ويقعد في المسرح في السينما. ميرسي على النص نتاعك بالحق، ظهر من جويجي معناتها راهو في كتب تاريخ السينما، كي تقراو تاريخ السينما التونسيه من الاسامي الاولى اللي تتكتب في الكتب هذوما على تاريخ السينما السيده منى نور الدين. هذه باش حاجه نتفاهموا فيها من تو. دونك انا مانيش
كل احترامي وتقديري للمرأة عظيمة ممثلة عظيمة بتاريخ فني كبير مسرح سينما اللي هي السيدة منى نور الدين. هذه حاجة مانيش به. نحب نحكي في حاجة أخرى مهمة في الـ في الـ في الـ في, الـ في السينما وإلا في المسرح. أنا نتمكن أكثر من السينما. دونك هو اختصاصك هو خلينا نقول متاعي. هو اختصاصك وتقري بيه في الجامعة. فوالا هو ثم لو فينومين ديدونتيفيكاسيون، يعني ليدونتيفيكاسيون نتاع المتفرج للشخصية اللي يتفرج فيها. الفينومين هذايا يصير معناتها العلاقة هذه تصير ما بين المتفرج والشخصية، ونقول شخصية به وثما معناتها بلوزيغ نيفو اي دي دوغري ديدونتيفيكاسيون، يعني كيفاش المتفرج يتبنى الشخصية هذه. اللي وجعني اليوم والحاجة اللي باهتة فيها اللي وصلنا اليوم، ولا هالفينومين ديدونتيفيكاسيون ساعة فتناه وما غير ما نتفرجوا ما ثماش فرجة، أما اون سيدونتيفي. كيفاش اون سيدونتيفي؟ إل سوفي تتعدى تصويرة اون فوتو لا نعرفوها وقتاش تاخذت، لا فينا إطار، لا فينا إطار زماني لا مكاني لا حتى شيء، لا شنو ما نعرفوا عليها حتى معلومة الصورة. ومن هنا نفوتوا لو فينومين ديدونتيفيكاسيون هذه، معناتها ما عادش نتبناو الشخصية، ناخذوا الشخصية هذيك ونسيبوا الكراهية اللي عندنا الكل والعقد اللي موجودة الكل. ومن أكبر العقد خاطر حتى أنا كيفك وحيدة قعدت وسعت بالي وقعدت نقرأ ساعة عقدة العمر. عقدة العمر هذه توا معناتها أي عبد تحب معناتها توجعوا بالكلام، يلي عمرك 50 ويلي عمرك 60 ويلي عمرك 70 وليت يزي وخلي البقعة لغيرك. هذه قريتها في العمر هذا. أنت في العمر راني نقرأ في حاجات اي لو بير كاينو ثما سي ان اس اس ماشي زعما بالضبط تموت عمرك 40 ما يدفنوك في 80 بالضبط مرتين معناها. واللي بهتني اكثر معناتها تعاليق نسي، معناتها نسي ما فهمتش شنو شنية المشكله. انا بالنسبه ليا انا عبد يوصل معناتها تعاليق هذايا ما نتخيلش انسان ما نتخيلش نجم نطلع غالطة، أما ما نتخيلش إنسان يقرأ في كتب، وما نتخيلش إنسان يمشي المسرح، وما نتخيلش إنسان يمشي للسينما، وما ما نتخيلش إنسان يتكلم معناتها أكثر من لغة، وما ما نتخيلش خاطر عبد كان عنده هذية الكل، وعنده هل الثقافة، وعنده لا توليرونس، وعنده الانفتاح على كل شيء، ما ينجمش يكتب حاجة كيف هكا، على خاطر اليوم هالأتاك اللي صارت، بالنسبة ليا أنا تجسد محدودية الفكر وبس ونقفوا غاديك. محدودية الفكر هذه مقر ما سمحنا جست نكمل زياد. محدودية الفكر راهي تجي من برشا حاجات، من يظل نرجعوا نشوفوا برامج التعليم نتاعنا، نرجعوا نشوفوا صغارنا كيفاش نربيهم على الصورة وعلى برشا حاجات أخرين. كما كنت تحكي تربينا معناتها ليميت عقاب نهار لحد، معناتها حتى عندك تحب تعمل حاجه اخرى لازمك تمشي سينما الصباح، هذاك نهار لحد لازمك تمشي وبعد العشاء نتاع الصباح لازمك تمشي. هاو كيفاش دونك اليوم يظهر لي المنظومه هذه الكل لازمنا نعاودوا نشوفوها. الثقافه، التعليم، ونقصوا نقصوا نقصوا هالكراهيه الكبيره في بعضنا. اليوم معناتها وصلنا نعايروا بعضنا بعمرنا بالعمر. في هذه هندة سامحني فما حاجه خطيره 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 جدا انت جبتها توا وتحكي فيها، واللي هي من 2011 تفشيت برشا، اللي هي سك الحياه. ايش معنى سك الحياه؟ معناها يجيك انت عمرك 40 انتهت حياتك. اي فات اي 45 هذاك ما نحكيوش فيه. لكن تحس انه وكانها سامحوني في الكلمه راهو مشكله انك تعطيني سك حياه وقتاش لازمني نعيش وقتاش ما نعيشش. معناها انت تصهين الحدث، انت فاشي نازي
معناها انت تحب تقتلني وقت اللي انت حاجتك باش تقتلني. معناها انت تعطيني اسمع مريم اليوم مريم نص الليل عندك 40 سنه دونك تكي عايشك انت فت 5 سنين بعد ال 40 الوغ لكن وصلنا ل 60 ايش قاعد تعمل لتوا؟ تمشي تعمل كيب وتسافر تمشي للجبل او منطق خلي بلاستك. اي راهو فما منطق خايب بالكار. شنو معناه خلي بلاستك؟ الانسان لا يشبه الاخر في اي شيء. وهذا اللي يخليك تقبل الاخر وتخلق حياه اللي هي متكونه من كل الناس بافكارهم وبتوجهاتهم وكل واحد شنو اللي يحب وشنو يميل. يونس نحوصلوا هذا الكل. وانا راني كانت لي مكالمه مع سيده منين نور الدين وكلمتها منذ يومين والحقيقه يعني في مستوى ورقي كبير برشا برشا برشا. قالت لي كان انا ما نحبش نحضر ومانيش باش نحضر وباش عندي مسرحياتي واعمالي، ولكن اكثر انسان ينجم يحكي عليا وعلى مواقفي هو يونس الفرح. ويظل هذاك علاش خصلها هذه الكلمات اللي هي الحقيقه معناتها تستحقهم. وسيده منين نور الدين تربطك بيك بعلاقه تاع صديقه يونس وخدمتوا مع بعضكم برشا برشا مسلسلات عملت زملاء واكثر من اصدقاء واكثر من علاقه ام ابنها. دونك علاقتي منين نور الدين علاقه لا تعرف. دونك علاش تقول نعرف نحكي عليها؟ لانه احنا اصدقاء ونعرف خدمنا اكثر من 10 سنوات مع بعضنا نتقابلوا كل يوم. معناها اللي نعيشوا مع مدام منى والمجموعه اللي مع مدام منى كوثر وغيره والمجموعه الكل اكثر من العيشه في داري. دونك من حقي اني نغير ومن حقي اني نحزن، لكن زمني نزهه مدام منى لمنى نقولها من هذا الكل، خاطر سوفيا انك تحكي على كانك شيئتها. لا خليوها في قدرها. نحكي على وضعية أخرى، على مفاهيم جديدة. احنا نحكيه على تركيبات ذهنية جديدة، نحكيه على كائنات نسموهم الكائنات الترندية. أنا تعيش بالترند. الكائنات ذي جات هوني هوني يا راي بعد ما يسمى بربيع ثورات الربيع العربي أو الانتفاضات الربيع العربي، كانوا دخلت مفاهيم جديدة، مفهوم أنا نعتبره مهم جدا، اللي هو أنه أنا ما نقبلش نحاورك، ما نحكيش معاك. ثم كلمة شهيرة تتقال في تونس يجيني من الاخر خويا، يجيني من الاخر، ما نحكيوش ما نتحاوروش. ثم حاجة أخرى، أنه مفهوم جديد اسمه مفهوم التطاول. تونسي عنده حاجة جديدة اسمها ما يكبر في عيني حد. علاش؟ علاش؟ لا ثم ناس لازم يكبروا في عينك. دونك تكونت لنا ألفة جديدة مع أشياء أخرى. طبعنا مع العنف، مع القتل، مع الموت، واللي قاعدين نشوفه فيه في العالم مشكل. معناها طبعنا معه، ما عادش يعنينا حد شيء. الموت لا يعني شيئا. راهو قبل الثورة احنا وقت نسمعوا حس تاع كرتوشة في الشارع بالغلط، الناس كلها تطل من البراكن والشبابك، توا ما عاد يعني حد شيء. دونك تكونت لنا حاجة أخرى اللي نعتبرها مهمة جدا نحكي عليها، سانزو في لاغلاغير، اللي هي طاقة اليأس. يأسين احنا. كيف يقول هو سانزو، يقول كيف تحاصر قرية لازم تخلي إيشاباتوار، لازم تخلي بقعة وين يهربوا منها الناس. كيف يبدأ حصار كامل، ثم مبدأ جديد، ثم طاقة جديدة، طاقة يأس عند عند التوانسة. نحكي لك نجبدك عند الناس هذوكم، يقولوا قادرين أنهم يعملوا كل شيء، قادرين حتى يدمروا ذواتهم. يظهر لي كيلكو باغ التونسي يعيش في طاقة، معناها يتعايش مع طاقة جديدة اسمها طاقة اليأس، لأنه ما تربيش بالقداء. علاش معناها؟ ما تربيش يكون سوي، لأنه وحيدة تعرف أنه كنا قبل في الليسيات أنا جيت من بقعة بعيدة، جيت علاش هوني أنا؟ لأنه عملت تياترو وأنا صغير، ما عادش فما تياترو، راهو اللي وما عادش فما موزيكا، راهو اللي شد نهار كمانجة في يده ما عادش ينجم يهز السكين ويهز السيف. مات وسيونس كهو. فوالا، دونك هذا الكل مات، دونك قتلوا هكا الجانب الجديد، الجانب الروحي. دونك خرجونا، كنا نحكيو قبيله، خرجونا شبه آلات، خرجونا في وظيفة، في وظيفة، عندنا وظائف معينة لازم نقوموا بها، أنت معلم، وأنت أستاذ، وأنت كونتابلي، وأنت كذا، وكهو، أنت تفهم كم في هذاك، وأنت تفهم كم في هذاك. دونك ما علموناش أن تقبل قلوبنا كل صورة. هنا تو نحكيو تو النهار نحكيو بالحق، ما علموناش نختلفوا
ونقبلوا أن المختلف المختلف علينا لازمنا نحترموه ونجلوا اختلافه ونتحاوروا معاه. ما تعلمناش دونك راهو مسألة تفكيك مجتمع ما ما تدومش. راهي مريم راهي بين 13 و15 سنة يظل تعديناها احنا حتى التوا. هي المدة اللي يقرا فيها التلميذ يبدا في البريمير حتى البكالوريا. لا 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 اكزاكتو 13 سنة. فوالا من بعد كيف في الجامعة مش مشكلة لأنه انتهى الأمر معناها لأنه انتهى الأمر. دونك يظهر لي قاعدين نتعاملوا مع كائنات جديدة تخلقت الوقت هذاك لازمنا باش نتعاملوا معها برشا. لازمنا كأنه لازمنا احنا زادت الآن لازم تتربى عنا طاقة أخرى باش نتقبلوا كل هذا باش نتسامحوا معاه. خلينا في مشمع لأنه مبدأ التسامح مرفوض عندهم للأسف. دونك فوالا دونك خلينا نخرجوا على زادة أخلاق العبيد. نخرجوا زادة ونشوفوا مع بعضنا لاجندا كولتوريل وراجعين. أنا اللويد معك. مرحبا بكم في الأجندة دو لا سومين وين نعطيكم فكرة على أهم الأحداث والتظاهرات الثقافية اللي تنجموا تابعوها الجمعة هذه. عشاق أفلام الرعب النفسي ليكم موعد الأسبوع هذا مع فيلم هيرتك اللي تلقاوه في جميع قاعات السينما. I think it is good to be religious. To find your faith in a doctrine you actually believe. Well, our work here is done. No, I will go and check on the pie. So sleep, silent angel. Wicked, الأمريكان ميوزيكال فانتازي اتابعوها الأسبوع هذا في القاعات التونسية. Oh, I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking. La, 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 la. سبيكتاكل ميوزيكال إيار أنكور شارل أزنافور تابعوه نهار غر ديسمبر بالمسرح البلدي بالعاصمة. ديسمبر اتبعوا المسرحية الكوميدية 2034 لمنصف الزهروني وفاطمة الفالحي في فضاء التياترو. لليهم الكوثر الباردي وديم الزريبي اتبعوا نهار 6 ديسمبر بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. واللي تغني كيفك واللي تشطح واللي تقري هاي والمحامي والبوليسة هاي واللي في الجيش والقاضية طيها يا بنتي كل واحدة تضحي في هالبلاد هذية هي لله مالا أما في حضرة الطرب التونسي مع المايسترو محمد الأسود والفنانة إيه دغنوج اتابعوه من نهار السبت 7 ديسمبر بالمسرح البلدي بالعاصمة. محبوبي مثلتك وردة في جنينة فايا ولا ششخان على فردة في معصم لبنان. ولأول مرة في تونس تواكبوا عرض مالوف تونس باريس بقيادة الفنان أحمد رضا عباس نهار السبت 7 ديسمبر مع 8 متاع الليل بقصر العلوم بالمونستير. الغاية 30 ديسمبر اتابعوا العرض الفردي 3 بوان اي ديزيشيل بوغ لونفول لسارة بن فرج في أرشيفاغ المرسى. ونختموا بالإصدارات الجديدة وين نقترحوا عليكم 80 مو دو تونيزي الأمنة بالحاج يحيى تلقاوه في جميع المكتبات. هذه كانت الأجندة، نتقابلوا الجمعة الجاية. أنا اللويد معك.